وقفنا في باب بدء الوحي، تكلمنا المرة الفاتت عن حديث عائشة الذي ذكره المصنف في أول بدء الوحي، ووقفنا عند قوله أو قولها: فلم يلبث ورقة أن توفي. وورقة قلنا هو ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، في الحساب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عم لخديجة أو ابن عمها، وكان كاتبا للإنجيل وعارفا باللغة العبرانية. طيب، قالت فلم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي، يعني توقف الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم فترة. وهذه الفترة ذكر الذهبي في السير وابن حجر في فتح الباري وغيره أنها كانت 3 سنوات، 3 سنوات ما أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بعدها. والحكمة يا إخواننا من هذا، من تأخير الوحي، أن يتوطن قلب النبي صلى الله عليه وسلم لاستقبال الوحي مرة أخرى، لأنه لو تتابع الوحي بيصعب عليه. ولهذا ذكر أهل العلم إنه فتر الوحي ليتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم ويتشوق قلبه إلى الوحي مرة أخرى. قالت: حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا. وهنا في الرواية الموجودة عندنا في المتن ده اتواصل الكلام طوالي، حتى كان يذهب إلى رؤوس أو إلى رؤوس شواهق الجبال. وفي كلمة موجودة في لفظ البخاري، لأنه الأثر في البخاري، وانتبهوا يا أخواننا جدا للنقطة دي، لأنه فيها مطعن من مطاعن أعداء الإسلام على السنة النبوية، بيطعنوا في السنة بهذه الرواية. والكلمة اللي ذكرها البخاري قال: فحزن، حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا فيما بلغنا، كلمة فيما بلغنا، حتى كان يذهب إلى رؤوس شواهق الجبال يريد أن يلقي بنفسه منها، يعني ينتحر. هذه الزيادة جاءت من قول محمد ابن شهاب الزهري، ولاحظوا اللفظ قال فيما بلغنا، ودي عند علماء الحديث يا اخوانا بيسموها البلاغات، مش البلاغات بتاعت النيابة، لا، البلاغ عند علماء الحديث لما الراوي يقول لك فيما بلغنا، لكن ما يصرح لك الحدث منو، منو البلغوا، ما بصرح، لكن يقول لك فيما بلغنا. وهذه الصيغة من صيغ الأخبار الضعيفة، ونقل البخاري على شكل البلاغ ليبين أنها ضعيفة، لكن أعداء الإسلام ما بيفهموا هذه الدقائق في علم الحديث، بل قد يكونوا قاصدين متعمدين إنه ما يفهموها عشان يتخذوها مطعن. يقول لك شوف البخاري جاب رواية إنه النبي صلى الله عليه وسلم مشى يطلع رؤوس الجبال عشان ينتحر ويموت، هل ده بيليق بالرسول؟ تقول لا، ما بيليق بالرسول عليه الصلاة والسلام. يقول لك خلاص ده جابه البخاري، والزول اللي ما عنده معرفة بعلم الحديث طوال يقول شنو؟ يقول معناه البخاري ده فيه حاجات غلط، فيه حديث ضعيفة.
وهنا يا أخواننا معلومة مهمة جدا، دي من أهم ما يمكن إنك تطلع به والليلة في هذا الدرس، وهي إنه صحيح الإمام البخاري، وهو معلوم لديكم جميعا إنه أصح كتاب بعد شنو؟ القرآن. ده معلوم لدى الجميع. طيب صحيح البخاري فيه يعني أحاديث هي من أصل الصحيح، وهي المقصودة عند البخاري، والبنسمي بها ذات كتاب البخاري كتاب الصحيح، تمام. وفيه أشياء أخرى ليست من صحيح البخاري، هي ما من صحيح البخاري أصلا، عشان نقول لا البخاري فيه ضعيف وفيه صحيح، لا أبدا، وهي ما تسمى بالبلاغات والمعلقات والمرسلات. يقول لك هذا مرسل زي ده، ده مرسل، لأن البلاغ جزء من أنواع الحديث المرسل، والمرسل ضعيف، والمعلق أيضا من قسم الضعيف لأنه مقطوع الإسناد، إسناده كله ما فيه. البخاري طوال يقول لك قال ابن مسعود، هل البخاري أدرك ابن مسعود؟ ما أدركه. البخاري في عداد المئة الثانية والثالثة، ما أدرك ولا صحابي واحد، البخاري ما أدرك ولا صحابي. طيب طوال يقول لك عن البخاري عن 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 الصحابي، إذن في مفقود في النص ولا ما في؟ ده اسمه معلق. طوالي علق لك الحديث ل أو القول لقائل الفوق. طيب يا أخواننا هذه ليست من صحيح البخاري أصلا، عشان كده ما في واحد يجيب لنا أثر من المعلقات في صحيح البخاري ويقول لك الأثر ده ضعيف يلا البخاري فيه ضعيف، لا ده ما من البخاري. ليه؟ لأنه صحيح البخاري اسمه الجامع، الجامع الصحيح المسند. مسند يعني شنو؟ يعني بالرجال، عن فلان عن فلان عن فلان، المسند المختصر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، ده اسم الكتاب. طيب إذن من اسم الكتاب البخاري اشترط أنه أحاديثه جوا تكون شنو؟ مسندة. إذن المعلقات والمرسلات والبلاغات وغيرها هذه ليست من شنو؟ من صحيح البخاري، عشان ما يجي واحد يقول لك لا ده رواه البخاري وهو ضعيف، لا أصلا البخاري لم يروي إلا المسندات، وأي مسند جابه البخاري وإن تكلم فيه بعض أهل العلم منهم أبو علي الجياني منهم الإمام الدارقطني يتكلموا في بعض الأحاديث قليلة جدا في صحيح البخاري وصحيح مسلم، ولكن جاء ابن حجر من بعدهم ونصر البخاري وأثبت إنه ما نقل البخاري في كتابه إلا الصحيح، وأجمعت عليه الأمة. خليك من كلام منه ابن حجر براو، أجمعت الأمة على أن ما في الصحيحين كله شنو؟ صحيح. طيب ودي مهمة عشان تعرف إنه الرواية دي رواية ضعيفة، وجاب البخاري أصلا عشان يبين إنها شنو؟ إنها ضعيفة. طيب قالت كلما أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل، يعني ظهر له جبريل عليه السلام، فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه يعني قلبه، وتقر نفسه، فيرجع فإذا طال عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة تبدى له جبريل فيقول له ذلك، فبينما هو يوما يمشي إذ سمع صوتا من السماء، قال فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت إلى أهلي فقلت دثروني دثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر، نزلت عليه يا أيها المدثر بعد شنو؟ اقرأ. وعند أهل التفسير
بتسمى صورة الدعوة. يا أيها المدثر صورة الدعوة، ويا أيها واقرأ صورة شنو؟ النبوة. عشان كده الإمام محمد بن عبد الوهاب قال نبئ بإقرأ وأرسل بي المدثر. قالت فحمي الوحي وتتابع. حمي يعني شنو؟ أي تكاثر، تكاثر واشتد. بعد ذلك اشتد الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم.